ابل اعلنت عن الايفونات الجديده، وغالبا انت سمعت طبعا عن الموضوع دوت. فخلينا بقى نعرف اسعارها في مصر وفي الوطن العربي. السنه دي حصل تطور كبير جدا على فكره، بقى عندك كاميرات 48 ميجا بكسل، بقى عندك تصميم جديد، بقى عندك كاميرا سيلفي احسن، وبقى عندك اتصال بالساتلايت علشان تبعت منه مسجات. المميزات ديت للاسف مش كلها هتوصل لكل النسخ، في حاجات هتبقى للبرو بس، وفي حاجات للايفون 14 العادي. طبعا البلس هو العادي، الاختلاف الوحيد الحجم، والماكس هو البرو، الاختلاف الوحيد برضه الحجم. المهم خلينا نتكلم على المميزات الجديده اللي هتبقى موجوده في الايفونات الجديده السنه ديت. ايه احسن نسخه مفروض تشتريها وسعرها هيبقى عامل كام؟ اولا طبعا التصميم، انت شفت النوتش الجديده اللي هي خلاص ما بقتش نوتش، بقى اسمها دايناميك ايلاند، الجزيره المتحركه او المتغيره. وبصراحه هي كشكل يمكن شفنا شبهها كتير قبل كده، سامسونج عملت زيها بقى لها 3 4 سنين، وشركات تانية برضو عملت زيها قبل كده كتير، بس ما حدش عارف يعملها بالشكل بتاع ابل. بدل ما كانت مجرد عائق في الهاردوير عندك، بقت ميزه انت ممكن تشتري الموبايل علشانها. لو انت مشغل اغاني مثلا، هتلاقي ان هي بتطلع لك فوق، موجوده في الحته الصغيره، الجزيره الصغيره اللي فوق ديت. بتتفرج على ماتش، هتلاقي النتيجه بتاعته طالعه لك فوق على طول، بحيث ان انت تبقى متابع النتيجه حتى لو انت بتكتب بوست مثلا على فيسبوك او بتكلم حد من صحابك على واتساب. نفس الحكايه بقى لو انت طلبت اوبر، هيبقى ظاهر لك فاضل له كام دقيقه ويوصل. لو انت معاك مكالمه برضه، هتقدر ترجع للمكالمه ديت من خلال الجزيره اللي فوق. معموله بصراحه كلها بانيميشن حلوه وبطريقه تخليك حاببها، ودوت تقريبا اكبر تغيير في الشكل السنه ديت. هي موجوده في الايفون 14 برو والايفون 14 برو ماكس، انما مش موجوده في الايفونات العاديه. بالحديث عن الايفونات العاديه، فالسنه ديت احنا ما بقاش عندنا ميني. يعني السنه اللي فاتت واللي قبلها شفنا ايفون 12 ميني وايفون 13 ميني، السنه دي استبدلوا الميني ديت بنسخه بلس. وانا عارف قد ايه كتير منكم هيحب البلس، هيحب ان هو يروح يشتري موبايل اكبر من غير ما يدفع بقى نفس الفلوس اللي كان هيدفعها في البرو ماكس. هو يمكن مش محتاج كل المميزات الكتيره اللي موجوده في البرو ماكس، بس هو عايز شاشه اكبر شويه بس، فساعتها الايفون 14 بلس هو موبايل معمول علشانك. بس بصراحه هو في عيب كده في الايفون 14 بلس، هبقى اقول لك عليه في اخر الفيديو واحنا بنتكلم على الاسعار. طيب الاختلاف كمان ما كانش موجود في الشكل بس، الكاميرات كمان اتجددت دلوقتي في الايفون 14. السيلفي عندك اتجددت في كل النسخ، بقى فيها اوتو فوكس، وبقت تدخل اضاءه احسن، بقت كاميرا اماميه احسن عموما. الكاميرا الخلفيه برضه حصل فيها شويه اختلافات، تحديدا الايفون 14 برو وبرو ماكس بقوا دلوقتي بيجوا بكاميرا خلفيه 48 ميجا بكسل. الكاميرا ديت المفروض ان هي هتدخل لك ضوء احسن بكتير جدا في الصور، وديت حاجه هتحس بيها وقت الاضاءه الضعيفه. طبعا برجع اقول دايما ان الموضوع مش بس مجرد عدد ميجا بيكسلز بيزيد، هو في حاجات تانية اهم، وعلشان كده هم كبروا كمان السنسور السنه ديت، بقى حجم السنسور نفسه اكبر، ودوت هيفرق معاك في جوده الصوره اللي هتطلع في الاخر. التغيير كمان مش مجرد في الكاميرا الاساسيه بس، ده انت عندك الكاميرا الالترا وايد بقت تيجي بحده اعلى شويه. المفروض ان التطوير دوت هيسمح لك تاخد صور حاده اكتر، وديت يمكن هتحس بيها مع الماكرو فوتوغرافي. في تغييرات عموما كتيره حصلت السنه ديت في جوده الكاميرات نفسها، ودوت مخلي الايفونات الجديده خصوصا البرو والبرو ماكس اجهزه تبقى مستنيها جدا علشان تجرب الفرق اللي هيحصل في الصور. للاسف الايفون 14 وال14 بلس لا هيجوا بالكاميرا 48 ميجا بكسل، ولا بيدعموا حتى البرو رو والبرو ريز في تصوير الفيديوهات. فعموما لو تاخد بالك السنه دي ابل مركزه ان هي تخلي الفرق كبير ما بين النسخ البرو والنسخ العاديه، على عكس السنه اللي فاتت مثلا ال13 وال13 برو ما كانوش فارقين كتير قوي عن بعض. من الحاجات مثلا اللي هتحس بالفرق فيها ما بين النسخه العاديه والنسخه البرو او النسخه البلس والنسخه البرو ماكس، هي الشاشه بتاعت الاجهزه. ابل عايزه تحسسك قد ايه البرو نسخ جامده وفعلا ناجحه في ان هي تعمل دوت. هتلاقي عندك البرو السنه دي بيدعم الاولويز اون ديسبلاي مثلا، زي الموبايلات الاندرويد وزي الابل ووتش وزي اجهزه كتيره جدا، بمجرد ما بتقفل الشاشه بيبقى ظاهر لك رقم عليها او الساعه كام او التفاصيل دي كلها. ابل عاملاها بالظبط زي ما عملتها في الابل ووتش، هي مش بتجيب لك شاشه سودا تماما، لا هي بتجيب لك الخلفيه بتاعتك في اللوك سكرين، بتاخد بس الوول بيبر ديت وتخليها غامقه اكتر شويه، تقلل الاضاءه علشان توفر في البطاريه، وبتخلي معدل تحديث الشاشه 1 هرتز بس، ودوت يعتبر اكتر حاجه ممكن تعملها علشان توفر في البطاريه. بالتالي انت عندك دلوقتي النسخ البرو ما بقتش بتدعم بس ال 120 هرتز، لا دي بقت تدعم كمان 1 هرتز، فانت عندك معدل تحديث الشاشه هنا هيسمح لك تاخد نعومه كبيره في الحركه، وفي نفس الوقت توفير في البطاريه. الايفون 14 العادي وال14 بلس مفيش اي حاجه من الكلام ده، نفس الشاشه 60 هرتز اللي هي دلوقتي الشركه الوحيده في العالم تقريبا بتستعملها في الفئات الفلاجشيب، ما
مفيش شركة تانية على فكرة بتعمل شاشة دلوقتي 60 هرتز في الفئة دي، كله 120 او على الاقل 90 هرتز. يمكن لو سألت ابل فان بوي هتلاقي ان هو مش عارف اصلا ايه ال 120 او مش حاسس باهميتها، لان هو ما جربهاش في موبايلات قبل كده. مثلا الموبايل الوحيد اللي موجود في السوق دلوقتي بيدعمها اصلا هو 13 برو و 13 برو ماكس. فابل بتستغل الحته ديت لسه شويه، ان هو المستخدمين بتوعها مش مهتمين بميزه زي كده. بس بصراحه هي ميزه مهمه، يعني لو انت جربتها مش هتعرف ترجع تستعمل تاني شاشه من غير الميزه ديت. طبعا برضو في فرق في الاضاءه، يعني الاضاءه البيك او اعلى اضاءه بيوصل لها الايفون 14 برو هي 2000 نتس، دي بتبقى تحت اضاءه الشمس المباشره. انما في المحتوى العادي بتاعه بيوصل ل 1600 نتس مع ال HDR، وده برضو يعتبر معدل اضاءه عالي جدا. الحاجات ديت مقفوله على البرو والبرو ماكس، ال 14 العادي وال 14 بلس بيشغلوا 1200 نتس مع المحتوى ال HDR، فهو مش هيدي لك نفس سطوع الشاشه. فرق كمان لازم تكون عارفه ما بين الاجهزه ديت هو المعالج اللي موجود فيه. بصراحه ابل لحد دلوقتي متفوقه في المعالج بتاعها على كل المنافسين تقريبا، فهي قالت لك خلاص ما دام انا كده كده متقدم يبقى انا مش محتاج اعمل تطوير. راحت خدت نفس المعالج، نفس السرعه، نفس الاداء، نفس كل حاجه موجوده في الايفون 13 برو وال 13 برو ماكس، وحطته هو هو بالظبط في الايفون 14 والايفون 14 بلس. نفس المعالج بالظبط، نفس كل حاجه، مفيش اي اختلاف خالص. فانت هتاخد نفس الاداء القوي جدا بتاع الايفون 13 برو ماكس، ديت مش حاجه تزعلك بصراحه. انما برضو البرو والبرو ماكس السنه ديت في الايفون 14 جايين بمعالج احدث شويه واقوى شويه صغيرين، من ناحيه الاداء والسرعه مش هتحس بفرق، اقدر اضمن لك الموضوع دوت. بس هتلاقيهم بيوفروا في البطاريه معاك اكتر شويه، فممكن تحس بالحته ديت. بالتالي زي ما قلت لك، لو تاخد بالك السنين اللي فاتت كنت بحس دايما ان النسخ البرو ناس قليله اللي ممكن تحتاج تشتريها، اللي هي الناس البرو حرفيا، الناس اللي عايزه كام ميزه صغيره كده. ده كان بيخلي الايفونات العاديه مبيعاتها عاليه جدا. دلوقتي بقى بصراحه مع الاختلافات الكتيره ما بين النسخ العاديه والبرو، فانا حاسس ناس كتيره هتفكر تشتري البرو. خلينا نتكلم بقى على الاسعار بتاعتهم، اللي هي على فكره نفس الاسعار بتاعت السنه اللي فاتت لما تيجي تبص لها بالدولار، بس في مصر هنا هيبقى الوضع مختلف طبعا شويه. الايفون 14 بيبتدي من 800 دولار لاقل نسخه 128 جيجا بايت، ولو انت عايز النسخه بلس فهتدفع 100 دولار زياده كمان. والايفون 14 برو بيبتدي من 1000 دولار لاقل نسخه برضه اللي هي 128 جيجا بايت، ولو انت عايز تشتري الايفون 14 برو ماكس فهتدفع 1100 دولار. كان في توقعات السنه ديت بتقول ان هم هيلغوا 128 ويحطوا 256، بس للاسف طلعت مش توقعات حقيقيه، وشفنا نفس ال 128 عادي جدا. المهم بقى بالنسبه لنا هو الاسعار بتاعه النسخ ديت، وساعتها احنا محتاجين نبص على السعر الرسمي في دوله زي الامارات. اسعار النسخ ديت كلها بمساحات التخزين المختلفه في الامارات هتبقى موجوده قدامك دلوقتي على الشاشه، بحيث ان انت لو ليك حد هناك تقدر تجيب الموبايل. مش هتقدر تجيبه من امريكا على فكره، علشان المره دي هو مش بيدعم غير الاي سم، واللي هي مش مدعومه عندنا في مصر للاسف. فلو انت اشتريته من امريكا مش هتعرف تعمل منه مكالمات هنا اصلا. المهم ان انت لما تيجي تبص على الايفون 14 برو ماكس هتلاقي ان سعره بيبتدي في الامارات من حوالي 25000 جنيه مصري. عندنا بقى لسه جمارك وضرايب ومكسب التجار وحاجات زي كده للاسف. انا متوقع السعر بتاعنا هنا في مصر هيبتدي من حوالي 33000، والسعر ده كمان لسه كمان شهر من دلوقتي. اول اسبوعين هتلاقي تجار على فكره بتعرضه ب 40000 و45000، فما تشتريش بالاسعار ديت على طول، اصبر شويه لحد ما سعره يستقر اكتر. لو عايز تعرف السعر اللي هيبقى متداول هنا في السوق المصري للايفون 14 اي نسخه انت عايزها هيبقى عامل كام، زود على السعر بتاع الامارات حوالي 30%. دوت تقريبا معدل اختلاف الاسعار في الايفون ما بيننا هنا وما بين الابل ستور الرسمي في الامارات. لو جيت تعمل الحسبه ديت هتلاقي ان الايفون 14 بلس سعره بيوصل هنا في مصر لحوالي 26000 جنيه، وساعتها بصراحه هقول لك طب ما تشتري الايفون 13 برو ماكس. هو دوت العيب اللي عندي مع الايفون 14 بلس، ان انت الجيل القديم او الموبايل اللي قبليه على طول هتلاقي ان هو احسن منه في كذا نقطه، احسن منه في الكاميرا الخلفيه، احسن منه في الشاشه ال 120 هرتز، في الجوانب الستانلس ستيل، هيخسر في حاجه زي الكاميرا الاماميه، هيخسر في موضوع دعم الستلايت دوت. بس انا بصراحه لو هختار ما بين الاثنين يبقى غالبا هرشح لك ال 13 برو ماكس. مره ثانيه بفكرك ان الاسعار اللي انا بتكلم عليها ديت اللي هي الزياده ال 25 و30% ديت مش بتاعت اول فتره، اول فتره هنشوف اسعار اغلى من كده كتير جدا، علشان دوت الطبيعي اللي بيحصل كل سنه مع الايفون. هعمل لهم مراجعه على فكره، وهعمل لك مقارنات ما بينهم مفصله جدا اول لما ينزلوا، علشان تعرف ايه احسن جهاز تشتريه. وبس كده، متنساش بقى تعمل لايك للفيديو دوت وتعمل سبسكرايب لقناه اليوتيوب كالمعتاد. كان معاكم احمد كمال، استنيني في الفيديو الجاي.